الخروج، هل الخروج مسموح في الخطوبة؟ بصي، هنتكلم بالدين ولا هنتكلم بالمجتمع عشان بس الكلام يبقى واضح؟ يعني بالدين. بالدين طبعا، طبعا لازم نتكلم على الدين. في اخرجوا بس في محرم. في راي بيقول انه يعني الخلوه او اللي هو انه يبقى في باب مقفول او في ناس ما تشوفش او كده، ده طبعا كله ده حرام اكيد، لكن الخروج ما بيبقاش، بيبقى الناس كلها موجوده. ايه رايك فهل بقى؟ هرد على الراي ده، هقول لحضرتك ان دي اراء، والله انا بنقل الاراء اللي الناس بتقولها. انه الراي ده بيقول الناس كلها موجوده وان المكان مكان عام، فهل ده يحل لي؟ سمعنا يعني اللي قاعد جنبنا ده، سمعنا سمعنا. طب ما رايك ان جات لي مشكله، مش في حد سامع فيه، جات لي مشكله واتقال فيها، ولما كانوا قاعدين في النادي لوحدهم يا دكتوره في وسط الناس قعدوا يتكلموا في الامور، انا بنقل بس الجنسيه خلاص، حتى اثيرت عندها الغرائز وابتدوا يدوروا ان هم هيألفوا ان هي رحل واحده صاحبتها في مستشفى وهو رايح مش عارفه فين عشان يتقابلوا بره، فكانوا لوحدهم في مكان عام. بلاش كلام فارغ، ما نقولش اصل هم قدام الناس، قدام الناس بيقولوا ايه، ده من هنا، التربيه دي من هنا، والمبادئ دي من هنا. لما اكون واثقه ومتاكده من بنتي انها هتحافظ، حتى لو نزلت قالت لك انا قابلته بالصدفه في النادي وانا مع صاحبتي، فقال لي كنت عايزك 5 دقايق، هي قعدت على الترابيزه دي وانا على الترابيزه دي واتكلمنا، انا واثقه فيها ومربيه ازاي خلاص. لكن تقولي لي ان هم خارجين اصلا، ما احنا نازلين بقى هنقعد لنا ساعتين ثلاثه كده بره في مكان عام، ومش عرفني انتوا هتقولوا ايه في المكان العام ده. لو بنتكلم بالدين، لما بنتكلم بالمجتمع دلوقتي، كل المجتمع، لا بلاش كله احسن، الناس بتزعل مني، معظم المجتمع، شفت انا لميت نفسي ازاي، معظم المجتمع فسق وفجور، معظم المجتمع لا يتقي الله سبحانه وتعالى، معظم المجتمع بقينا في زمان هي حاجه يعني، هي على دينك القابض على جمره من النار، مش احسن حاجه يعني، هو مش احسن وضع، مش احسن خالص. كلنا نتمنى ان احنا يبقى عندنا يعني تقوى ربنا قبل اي شيء، لكن عايزه اقول لحضرتك ما هو ده برضو هتلاقي ناس بتقول لك طب ما هو ممكن يتكلموا في التليفون، يبقى برضو الكلام مش احسن حاجه. ما انا بقى هو انا قدامها في الاوضه دي، انا قدامها اهو وشايفاني وصوتها، وانا ببقى وسامعه ان انا ببص عليها او ان انا قاعده لها كده، لو عايز احافظ بس لغايه لما سطرهم. كان في مشكله من 3 4 ايام بالظبط في قناه ما جت لي كده على الفيسبوك خلاص، قالت لها خلاصه الموضوع انا بقيت حامل منه، هم كانوا مخطوبين وبعد كده سابني وجري. ما هو ده الطبيعي، لان هما بيعملوا دلوقتي الخطوبه او قرايه الفاتحه شماعه عشان يوصلوا للبنات، خلي بالكوا من دي، شماعه عشان يوصلوا للبنات. يعني ممكن يكون اصلا مش خطوبه حقيقيه، لا يعني طبعا مش هدفها الجواز، لا طبعا مش عايز يتجوز وهي عجبته وكل حاجه وما عندوش امكانيات، يعمل ايه دبلتين ويخش يقول لها هجيب الشبكه ان شاء الله قبل كتب الكتاب، ويبتدي يا طنط ما انت شفتيني وعرفتيني كام هديه كده وخلصت الشغلانه، وبعدين يحصل المحظور يقع، وبعد كده يقول لها ايه، وانا جيت جنبك وانا غصبتك ولا فرضت عليك، انت اللي عملت كده بمزاجك. شفتي؟ ايوه احنا النهارده يعني الكلام ده، البنات خلي بالكوا، خلي بالكوا، خلي بالكوا، في مصايب بتحصل من الشباب دلوقتي نتيجه قله المال، مش قادر يتجوز، نتيجه عندهم فحوله زايده، نتيجه ان هم مكبوتين، نتيجه اي حاجه. خلي بالك ما تخرجيش من غير محرم معاكي، اخوكي، اختك، امك، ما تتكلميش كلام في التليفون، لانه امتى هو هيروح وهيتجوزها ويسعى لانه يستلف ويشتغل عشان يكمل الجوازه، لما هيبقى صعب الوصول اليها، وهتبقى صعبه المنال زي ما بيقولوا، وهتبقى الشريفه العفيفه دي بالنسبه له هي دي اللي عايزها زوجه المستقبل، انما الثانيه من اول مره جابها، ولا ثاني مره ولا ثالث مره جابها، فلما جابها خلاص يعني، وانا ضربتك على ايدك. خلينا بنرجع تاني نقول، لما بنحط الضوابط كل حاجه بتستقيم، يعني لما بنمشي على شرع ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا امرنا به، الدنيا بتمشي احسن حال. وخليني في اول الحلقه انا قلت ان احنا بيبقى عندنا هدف مهم قوي في الخطوبه دي، ان احنا نتعرف على طباع بعض علشان ونعرف بعض، زي ما حضرتك قلتي نعرف هل هو بخيل. دي اساس صفه حلوه قوي في الرجاله، لو موجوده لازم نرميها بره وما ناخدوش. بخيل، هخرج هياكلني، هيشربني، هيطلب لي حاجه، ولا بقى ساعتين قاعده، ده انا افهم من وسط الكلام، ساعتين قاعده ما طلبليش كوبايه ليمون، فاهمه قصدي؟ انا واختي قاعدين نبص لبعض بقالنا ساعتين ما طلبش كوبايه ليمون، يبقى ده اعرف انه ما اتجوزوش. ليه؟ لان البخيل هيبقى بخيل في كل حاجه، مش ماده بس،
بخيل بخل عاطفي، بخيل بخل مادي، بخيل مع اي شيء في اهلي. ايوه، فالبخيل ده انا اركنه على جنب. مش الحياه فيها حاجات كتير قوي، محتاجين ان احنا نبقى مركزين في فتره الخطوبه دي في اننا نعرف بعض اكتر من اي حاجه تانية تشغلنا عن الموضوع ده.